الكاهي أكلة صباحية الناس تقبلها صباحا، ومع القيمرة النكر الكاهي مطحين ودهن، والعجنة ماله بالصيف تكون بماء بارد. العجنة تتكون من ثلاث مراحل: تقطيع، تطبيق، ثم الفتح بالصياني، بعدين المرحلة الرابعة الشوي بالفرن. الخبز بالفرن، متى تطلع من الفرن يقوم بتقطيع شفت شو قطعها، يخلي الشيرة يقدم للمواطن مع القيمرة. أكلة الكاهي أكلة قديمة مصلاوية ومتعارف عليها، طبعا احنا دائما نتردد عليها بمنطقة النبي ونسوة، هي أكلة قلنا مشهورة ومتعارف عليها من الزمن القديم خلينا نقول. وثاني شيء بالنسبة لأكلة الكاهي أكلة مميزة وتكون خفيفة على المعدة، بحيث أنه إذا أكلتها أو تناولت هذه الوجبة صباحا تقدر أنه تتغدى، تعينك بالحركة، فبيها فوائد كثيرة يعني، وهذا المتعارف عليه يعني من قديم الزمان. خوش حكي احلى نحكي.